هبط. واتس اب ايفري بودي، ازيكم عاملين ايه؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هيكون عن الضغط الهيدروليكي. فقبل ما ابدا الفيديو اسالك، انزل بسرعه اعمل سبسكرايب في القناه، فعل زر التنبيهات، اعمل لايك عشان اول ما انزل فيديو يوصلك على طول. عايزين نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت ممكن، و ليتس جو. طبعا بدانا. هو الفيديو ده عباره عن الضغط الهيدروليكي، هيضغط حديد ويشوف هل الحديد شيت، انا عارف انا الحديد ده بتاع الكباري. استحملت ضغط قد ايه بقى؟ مش عارف، بس استحملت ضغط كبير جدا. بدأت تنتنى والضغط ده بيضغط كمان كبيرة جدا. نشوف الحديد ده برضو، الحديد ده بتاع كباري، وحديد يعني ضخم جدا يستحمل حاجات تقيلة قوي. شوف 100 طن. استحمل كام 100 طن وما انتناش؟ صباح الفل. مش ما انتناش، ما انكسرش. ديت كرة ايه؟ مش عارف يعني ايه وودن بول. دي خشب. خشب يعني 100 طن اكيد هتتفرتك يعني. صباح الفل. كرة حديد. هو قال كرة، ممكن تكون كرة بالخشب وكرة مش عارف الالمونيا ولا ايه. دي الانجليزي بتاعي مش ضايع يعني، بس ايه يعني صباح الفل يعني. حلو قوي. ديت لو من جوه حديد تبقى فظيعه. انا حاسس ليه ان هي هتخبط فيا. والله مش مطمن، حاسس ان اطلع مش هتخبط في عيني. بتضغطها مش بتتكسر. ايوه. وبعدين يعني وقفت كلها حديد. ما اقول كلها حديد. ابا شوف، دي تقيله، دي تقيله تقيله يعني. صباح التقل ده يحصل لها. دي اظن هتوقف. ابا لا 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 لا. ولد شعر ده، ولا اكنها جبنه. دي راحت مهلبيه وهو بيضغط، هو ما عندوش فكره. دي لو طارت في حد هتوديه المريخ وتجيبه. مش هتجيبه، هو يروح بقى المريخ ويسلم على الشهداء هناك. فعملت فيها ازاي؟ ايه اللي حصل؟ مش فاهم. عشان هي دي اخر ضغطها، هيضغط بقى بدي. تمام خلص. ومال ما يزعلش، كلام مظبوط وما يزعلش. فاهم في الحديد ازاي؟ شوف يابا قسمتها اتنين، راحه في زبده. دي سمنه كده. خلاص رايح فين اكتر من كده؟ خلاص عرفنا ان انت قوي، مفيش منك اتنين. ما تقفرش بقى، متحرقش على الموضوع. لا خشب هيستحمل قد ايه؟ بيم 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 بيم. ايه 20 طن، استحمل 20 طن. حلوين قوي يا خشب يعني. انت كده بص، تطلع تصلي ركعتين لله وتحمد ربك. ده اسمنت 30 طن. الحديد حديد ابو هشيمة ما عندوش فكرة، بيدوس. الله الجهاز ده الواحد يشتريه كده، يفضل يكسر في حاجات. بس شغلته ان هو يكسر في حاجات. ده استعمل 30 طن وقال لك خلاص كده يا زميلي، انا خلاص كده ما عادش بايدي اعمل ايه. ما عادش قادر. انت يا ابني انت خلاص مش استقويت على دي. ده خرمها. ده عملها ازاي؟ خلاها بتنجان خالص. هتعمل فيها ايه تاني بقى يا ظالم؟ اسطوانات سي دي. سلم على الشهداء اللي معاه. اديني تن 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 تن. اسطوانات ده انا بكسرها بصبع رجلي الصغير. مش هتكسرها انت بالبتاع اللي معاك دي؟
ورق كوتشينا. لا اعتقد ان ورق الكوتشينا هي هي هيفوز معانا في التحدي وهو الوحيد اللي مش هيتقطع. طبيت يا جدو الله ما بيتهزش، هي بتقطع ما بيطيرش ما بيروحش اي حته. طب والله موضوع جميل قوي، واحد يفضل يقطع ورق من بتاع ده جامد قوي. رجعهم بقى لبعض تاني يا جدو عشان هيجيب بقى اللي هي الادخن سيكا، ولا دي احمى ولا دي ايه. لا ديت ادخن من ناسك. شوف دي بتطيرهم كلهم، دي بتطيرهم كلهم. ضغط كبير ده ب 30 اكس اللي هو يعني مش عارف سلو موشن 30 50 فريم مثلا. قال 50 فريم ما خدتش بالي. تيتانيوم ايه ارمور مش عارف ايه كده كمان على قد انجز، مش لازم تكتب بالانجليزي يعني ايه ده. بقول لك ان دي حاجه قويه يعني مش عارف ايه، بس دي حاجه قويه. ايه ده ايوه ابغى ايه ده. ده بلاتينيوم ده ولا ايه ده، انا مش عارف. 25 طن جابتها اتنين الله عليك. وبيعدي في الخشب ما عندوش فكرة اسامها خالص. خلاص يا جدمي بتطلع نار من شدة الضغط، بتطلع فردها تمام خلاص وصل لاخرها. اخترقها بقى، حاطط كمية خشب اللي هو الخشب الكونتر ده فظيع. قلت حوالي 30 ولا 40 سنت عشان ما يحصلش حاجة اللي تحت. ايه ده ده ايه ده ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه هي. انت يا ابني شغلتك انت بتهدي الحديد وتكسر حاجة، اوعى تكسرها بقى خليك جدع. ايوه ما تتكسريش. الله ما اتكسرتش. بس بقى سيبها بقى في حالها بقى، بس بقى انت عدلتها بقى سيبها بقى. ايه ده بترجع معاه تاني؟ الا دي بترجع فوق تاني. بيشوف هي هتستحمل كام طن. ايه ده بيتقاب الخشب يا الحبيب شنو تسوي؟ 10 20 90 طن اخرب بيتك في ايه؟ بقول له انا 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 اتفزعت ليه؟ يعني اتخضيت عشان كسرت كل حاجة. فضلت تتحدفت في الكاميرا وعلى الخلفية اللي ورا وبوظت الدنيا خالص. اخرب بيتك. ده هو محصن نفسه برضو ب ايه ده؟ ده دي اكبر عجلة رمان ولا ايه اسمها ايه دي؟ اكبر عجلة في العالم بتعمل ايه دي؟ ابا صباح الفل. يابا ايه ده يابا؟ ابا بيت فريم في الثانية. ده سلو موشن ما شاء الله. لا جامد. وبس كده خلص الفيديو سالك. اتمنى الفيديو يكون عجبك زي ما عجبني. كان معكم احمد، اشوفكم الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا. ما تنساش تعمل لايك عشان انت اخويا، واعمل سبسكرايب في القناة. كان معكم احمد، اشوفكم الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا زي ما قلتلك. جود باي.